سيادنا مرحبا بكم جديد على قناة AMA سبورت. شكرا لجميع الناس اللي تفاعلوا معنا واشتركوا في القناة ديالنا. هادشي غيزيد بينا القدام ان شاء الله باش نعطيو الافضل ما عندنا. اليوم بدا المونديال الروسي، المونديال اللي كلشي كيتسناه، اللي كلشي كان تنتظروا بفارغ الصبر. تفصيلنا 24 ساعة على بداية مباراة المنتخب الوطني المغربي ونظيره الايراني، مباراة اللي كلشي كيتسناها جميع عشاق المغاربة اللي غادي يساندوا الأسود في المباريات ديالهم الرسمية. مباريات اللي غادي تكون ماشي سهلة بطبيعة الحال، لكن حنا متفائلين كشعب مغربي، كمحبي لكرة القدم، متفائلين أن المغرب عنده الحظوظ ديالو للتأهل للدور الثاني، وعلاش لا يمشي بعيد في هذه المسابقة. حنا تندعموا المغرب ودائما غادي نكونوا بجنب المغرب، نشوفوا الشارع المغربي اش يشوف في هذه المباراة هذه اللي تجمع المنتخب الوطني والمنتخب الإيراني. خويا اش تيبان لك في حظوظ المنتخب الوطني في المباراة؟ كما تتشوف راه المنتخب 20 سنة هذه ما شافش، ما دازش لكأس العالم، وتنتمناو إن شاء الله يغلبوا إيران ومن ثم البرتغال وما تعرف نديروا شي حاجة مع الصفرين، كل شيء ممكن. إذا توقعاتك النتيجة؟ اش بيقول لك؟ 2-1 إن شاء الله بإذن الله بماركيو بزياش. القلب الهجوم اشتبه لك شكون خصو يصنع؟ الكعبي ان شاء الله، الكعبي اخويا الكعبي تي ماركي ابو طيب الى فلدات لي ولا شي حاجه، اما الكعبي ما تيزقلش اخويا تسعود ان شاء الله يكون الكعبي في كامل القوى. اخويا المنتخب المغربي تنتمناو يفوز، تنتوقعو 2-0 في هذه المباراه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الهجوم اخويا بغيت حكيم زياش وهذاك سميتو في الهندا، وهذاك اللاعب الاخر سميتو الكعبي، ايوب الكعبي ديالنا تا هو ولد البليده بغينا يلعب. ممكن يتأهل الا ربحنا ايران نقدروا نتعادلوا مع البرتغال ونتعادلوا مع الصفليون وحنا دجله. الله يحفظك. 4 نقاط كافينا ولا 5؟ 5 نقاط كافينا. ما نكذبش عليك صراحه، هي مباراه تكون قويه شويه. علاش؟ لان تقريبا كيبان لي نفس المنتخبات يدخلوا بنفس الكفاءه بنفس العقليه نفس كل شيء، داك الشيء علاش كنظن ان الماتش غيكون واقيلا شويه صعيب. وديما كما العاده كنتمناو الخير للمنتخب ديالنا ونتمناو ان شاء الله انه يدوز للدور الثاني. التوقع ديالك في هذه المباراه الصعبه اللي غادي تكون مصيريه في هذه المجموعه؟ الصراحه كنتمناو ان المنتخب تاعنا ياخذ 3 نقط باش تسهل عليهم الامورية في داك الشيء اللي بقى. الا كان تعادل غادي تصعب شويه القضيه، ولكن ان شاء الله المنتخب راه داخل زوين، شفناه في مباراه تحضيريه كان زوين وكنتمناو ان داك الشيء ان شاء الله يمشي مزيان. راس حربه صراحه عجبني الكعبي في المستوى ديالو في المباريات، قدم مباريات زوينه مباريات قويه، داك الشيء علاش كنتمنى ان المنتخب الوطني يدخلوا يرمي به في كورقه مهمه ان شاء الله. غادي يقدروا يربحوهم، المغرب غادي تربح ان شاء الله، يكون شي 1-0 ان شاء الله المنتخب المغربي. انا قلت المغرب بيربح وان شاء الله، علاش ما يماركيش الكعبي و اسيست تاع زياش، وان شاء الله ديما نربحوا الماتش الاول والثاني وندوزوا للدور الثاني. اخويا المباراه تكون شويه صعيبه، التوقع ديالي حنا كنتمناو الفوز للمنتخب المغربي بشي نتيجه تكون ايجابيه وندوزو ان شاء الله للدور الثاني، هادشي اللي بغينا حنا. انا عندي امل كبير بان غادي يدوز المنتخب الوطني، انا تنتوقع بان عندهم طموح، يعني عندهم هدف. انا عندي احساس كبير بان غادي يربحوا ان شاء الله، غادي يتيوا غادي يتيوا ان شاء الله. وشحال تتوقعي في النتيجه يديروا ضد ايران؟ يقدروا يعطيهم 6-7-8 حيت عندهم تشجيع كبير، ومع الشعب ديالنا تبارك الله مشجعين كبار ما نقولكش. انا تنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، وتنتمنى لهم ان شاء الله يربحوا باش نزيدوا فرحه على فرحه. اولا واشركم مباركه وعيد مبارك سعيد، كنتمنوا الحظوظ الاوفر للمنتخب ديالنا، وكتبان لي انا باللي النتيجه غادي تكون لصالحنا ان شاء الله، غادي نكونوا رابحين شي 2-0 باش نحتفلوا مع العيد هي وهي ان شاء الله. وبالنسبه لراس الحرب واش كنت تتمنى خويا؟ هو في الصراحه حنا كنا تنتمناو شي لاعب من البطوله الوطنيه، حيت شحال هادي ما شفناش شي لاعبين من البطوله الوطنيه تيدخلوا في هذا الاحتكاك مع اللاعبين الاوروبيين وكذا في كاس العالم، وكنتمناو من لاعب الكعبي هو اللي يدخل، هو اللي عنده شويه ديال لافونتاج باش يماركي.